تفوتي اللايك واشتركي في القناة احسنلك، واتفرجي على الفيديو للآخر كي تعمل الفائدة. حبس الفنان احمد عبد الله محمود ابن الفنان الراحل عبد الله محمود لمدة عامين لعدم سداده ايصال امانة بسبب دعوى مقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية وملكة جمال سوريا سارة جهاد نخلة. طب ايه اصل الحكاية وايه اللي وصل الموضوع للكلام ده كله؟ تعالوا وانا هقول لكم. الحكاية بدت بان الفنان احمد عبد الله شاف سارة في احد المناسبات واعجب بيها، قرر انه يتعرف عليها. في البداية ابتدى احمد عبد الله بتتبع حساباتها الشخصية وحاول انه يتكلم معاها عن طريق الفيسبوك. في البداية ما كانتش بترد على رسائله، ومن هنا بدت الحكاية بصداقة على الفيسبوك واتطورت لزواج سريع. للأسف الحب ما استمرش كتير بينهم كزوجين، لان احمد كان بيضرب سارة كتير، وده كلام سارة مش كلامي. اللي قالت كمان انه ما كانش بيصرف عليها في خلال حياتهم الزوجية. وكمان وصل الموضوع ان في مرة والدة الفنان اتهمت سارة نخلة بان سارة ضربتها ورفعت عليها قضية، لكن القضية انتهت ببراءة سارة نخلة. اول مرة صدر فيها قرار بحبس احمد عبد الله كتبت سارة نخلة على صفحتها على الفيسبوك: اليوم يوم مميز بالنسبة لي، كنت مستنياه بقالي سنة بالتمام والكمال. وكتبت: انا استحملت كتير وناس كتيرة شاهدة، وطول الوقت بقول مش عايزة الموضوع يكبر، لكنه المسؤول، وعود كاذبة، تأجيل، مماطلات، انا اتمرمطت وغلبت سنة كاملة على ذمة راجل لا عايز يطلقني ولا عايز يرحمني، وكل شوية يعمل لي قضية جديدة هو ومامته. سارة قبل كده وضحت ان اللي تم بينها وبين زوجها كان انفصال مش طلاق، وانه بيماطل في انهاء اجراءات الطلاق رسميا. وما سألت سارة عن معاناتها مع الزواج ردت وقالت: انا اتعلمت الادب ومش هتجوز تاني. انتم ايه رأيكم؟ لو الواحد فشل في حياته الزوجية خلاص يتعقد ولا يبتدي حياة جديدة؟ انا مش مع سارة في تعليقها، وشايفة ان صوابعك مش زي بعضيها. ناس كتيرة فشلت في حياتهم الزوجية الأولى لكنهم نجحوا في تجربة زواج جديدة وكانوا سعداء. انتم مع انه رأي؟ معايا ولا مع سارة؟ ما تخافوش، انا ديمقراطية وبقبل بالرأي والرأي الآخر. حسك عينك اسمها معارضة، سامعين؟ لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعليق، نشترك في القناة.